السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة. نرحب بكم في درس جديد، معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، وفي هذا الدرس سوف نقدم لكم شرحا تفصيليا عن مسرحية الأقوى The Stronger. في بداية الأمر يعني إحنا لازم نعرف بأن مفردة Stronger هي يعني صفة وصفة مقارنة، يعني ضيف إلى ER هي Strong قوي، Stronger بمعنى الأقوى. طبعا الكاتب أوغست سترينبرغ، هذا الكاتب سويدي، سويدن جريتست اوثر، كاتب يعني سويدي الجنسية. طبعا يعني معروف ومشهور بأنه كاتب مسرحي، بالإضافة لأنه أيضا كتب بعض أعمال الشعر وكتب نوفلز روايات، ولكن خلينا نقول يعني عرف بأنه رائدا أو كاتبا، عذرا ليس رائدا، مشهور بأنه كتب أعمال تخص المسرحيات أكثر من غيره. مثلا احنا عندنا بالعراق الكاتب بدر شاكر السياب، هو من رواد الشعر الحر. محمد مهدي الجواهري هو من كتاب أو من رواد الشعر العمودي. نازك الملائكة أيضا من الشعراء الحر. فهذا أيضا معروف بأنه تخصصه أنه هو يعني أعمال المسرح، معروف جدا يعني. طبعا هذه هي صورته، هذا مثل ما تشوفونه في الصورة. طبعا ولد في جانواري 22 في 1849 ان سكوتلاند، ستوكهولم عفوا، ستوكهولم اللي هي مدينة سويدية. المهم his mother had even had been servant family life، يعني والدته كانت poor، فقيرة، يعني كانت عائلة فقيرة، يعني ما كانوا أشخاص يعني ذا مكانة عالية جدا. His mother had been a servant، يعني كانت والدته خادمة. طيب هذا بشكل عام عن حياة الشاعرة، طبعا عن حياة الكاتبة. طبعا مسرحية الأقوى تعتبر من المونولوج مسرحي، انه هذا النوع من المسرح، معلومة لازم تعرفونها، هو خلينا نقول عليه المسرحية اللي بيها one speaker، بمعنى بيها متحدث واحد. يعني يبدأ العمل الأدبي مثلا، خلينا نقول شخص يبدي يحكي، ماكو رد آخر عليه، هذا نوع من المسرح. وحتى القصائد، أي شيء، أي عمل بيه محادثة وبيه قصة وتكون العمل عبارة عن وان سبيكر، هذا النوع نسميه مونولوج. مونولوج حتى باللغة العربية موجود. الفكرة وين؟ امرأة متزوجة وسماها بي اس، اللي هي مس اكس واي اكس، وتستمع لها وتعبر بحركات وجهها واشارات امرأة اخرى وهي واي. إذن أنا عندي إكس وعندي واي، امرأة، المرأة اللي اسمها إكس، هذه المرأة، وراح نعرف بنهاية الفيديو ليش سماهم إكس وواي، ليش؟ إنه يعني الفكرة، أنا عندي 3 كاركترز، عندي 3 شخصيات، عندي واحدة اسمها إكس، هذه هي المتزوجة، وعندي ميس واي، هذه المرأة الغير متزوجة، وعندي بوب، اللي هو زوج ميس إكس. فالفكرة وين؟ الفكرة إنه يعني اكس، مس اكس، السيدة اكس عفوا، هي اعطت ثقة لواي، سيدة واي، وسيدة واي يعني خانت زوج، خانت خانتها، يعني بمعنى انه غدرت بيها، فاقامت علاقة مع زوجها اللي هو بوب.
طبعا احنا ماذا نقول انه سيد بوب هو ليس مذنب، لا هو مذنب يعني ايضا، ولكن الفكرة انه احنا راح نشوف الاحداث. من اوائل المسرحيات التي كتبت لمسرح الغرفة، لمسرح وانا اكتب لي، ان لم تكن اولها، وهي ايضا قريبة في اسلوبها من المونودراما، ذكرنا المونودراما شنو. فليس في هذه المسرحية غير امرأة واحدة تتكلم، والمرأة الأخرى تكتفي بالاستماع إليها، بالاستماع إليها، وتعبر بحركة وجهها وببعض الإشارات والضحكات. ومع بداية هذه المسرحية نرى السيدة أي اللي هي مس واي، واسمها إيميليا، اسمها إيميليا، جالسة في مقهى للسيدات. إذا إذا طلب من عندك السيتنج هو in the corner of coffee, woman coffee، يعني امرأة مقهى للنساء. وأمامها على منضدة نصف زجاجة بيرة، نصف زجاجة بيرة، وتتصفح مجلة، تقرأ مجلة، وتدخل عليها السيدة أس وتتعجب من كونها، من كون إيميليا جالسة وحدها في هذا المقهى في اليوم الذي يسبق عيد الميلاد. ثم تتكلم عن ابنتها الصغيرة التي اشترت لها دمية، وعن ولدها الصغير الذي اشترت له مسدس ماء، وتصوب السيدة المسدس في وجه السيدة. إذا شاف المسدس تشير عليه. طبعا الآن السيدة أكس تعبر عن علاقتها، وكأنها ترى درباري كان في زوجة ها، وعندي أبناء وكذا، ابتعدي عني شافيني شرج. ويبدو على الأخيرة الخوف، وتقول لها السيدة أس: إنك تشعرين بالخوف مني، وترين أنني السبب في إخراجك من المسرح الكبير، لكنني لم أتعمد إيذائك ولم أخرج عن المسرح الكبير. ثم تتكلم السيدة أس عن زوجها بوب بشكل فيه مزاح، وتقول أن هنالك ممثلة حاولت أن تنتزعه منها ولكنها لم تستطع، هسه حاليا هي تضربها بسمار تقول لها أنت ترى. وتصل مع ذلك لمكاشفة السيدة أي بأنها كانت في البداية تظهر عدم انسجامها مع بوب، ها يكتبون من البداية على أساس ما تحبين هذا الرجل اللي هو زوجها طبعا. وكذلك كان بوب يبدي عدم ارتياحه لها، ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك. ثم تواجه السيدة أس صاحبتها بأنها تعرف أنها كانت وزوجها بوب يتظاهران في بداية بإظهار عدم قبول أحدهما للآخر، ولكن في الحقيقة كانت غير ذلك، الحقيقة كانت غير ذلك. وتعرف السيدة أي بأن بوب كان يطلب عليها أن تسرح وتلبس وتفعل كل شيء على ذوق السيدة واي، بل أن سمى ابنته على اسم والدة السيدة واي. وترى السيدة أكس أن كل ما فعلته برغبة من زوجها وفي ما يتفق وميول صاحبته السيدة أي لم يكن مضرا، بل أنها قد أفادته منها، قد استفادت منها يقول، واحتفظت بسببه بزوجها. هنا الفكرة، وين الفكرة؟ أنه المس إكس أو مس واي، يعني بوب اللي هو زوج السيدة إكس، العينتين كان يروح عليها ومن يرجع يقول لها سوي هيج سوي هيج. فليش بعدين اكتشفت بانه ليش يقول لها البسي كذا ومشطي كذا؟ السبب لانه يريدها على السيدة اكس، بمعنى ده يخون امرأة ومن يرجع للبيت يقول لها ها انا اريد شيء تلبسين. طبعا السبب بانه اكتشفت بعدين بانه هذا السبب اللي خلاها تفعل كذا وتفعل كذا بسبب المرأة اللي كان يخونها مياه. فهي تقول لها ها ترى دير لا عبالك انت على اساس خنتيني وكذا، لا ترى انا عادي اصلا، لا عبالك انت عود غير سيطرتي ورتبتي الامور وكذا، لا اصلا بالعكس انت انا استفادت من عندك، انا صحيح كنت اعمل الاشياء اللي انت تعملين، بس بالاخير انا يعني بالاخير انا اصلا يعني دا اسوي هذا الشيء بزوجي يعني. تمام، فانا ما اسوي شيء خطا يعني او كذا. في الحقيقه هنا هي السيده وايد، انا برايي الشخصي هي امراه ضعيفه الان، لانها لم تكن على درايه في بداية الأمر، وقدر شخص خارجي بكل سهولة يدخل على عائلتها ويحطمها، وهي طبعا مدمرة، تظهر بأنها قوية ولكن في الحقيقة هي لم تكن كذلك. ولكن القارئ المشاهدة لها أيضا ربما رأي المرأة الأخرى للسيدة هي الأقوى، فهي التي يكون لها بوب حبا حقيقيا،
وجعل زوجته تسير على خطواتها في المأكل والملبس والهيئة وكل شيء، بل أنه سمي ابنته باسم الوالد السيدي، في السيدة تحتفظ بروابط شكلية ببوب. يعني الفكرة هون، الفكرة قال لك حتى بنته متزوج بوب مؤخر السيدة إكس، حتى بنته سماها على اسم حبيبته. زين، يعني للظاهر احنا كقراء كأشخاص بشكل عام، انا برأيي اشوف الضعيف هي مس اكس والقوي هي مس واي، ولكن مس اكس يعني تعتقد اكس هذا الاعتقاد، تقولها انت وحيدة، انت فقيرة، انت ما عندك ابناء، انت كذا. بس انا اقوم الحقيقة، انا برأيي شخصي يعني depends، انه الشخص القوي هي اكس، لان هي واي، لان واي قدرت تدخل على العائلة وتحطمها بكل بساطة وبكل سهولة. بكل سهولة ذكرنا بأن السيتنج هو آت كريسمس إيف إيفنينج، بمعنى طبعا هذا التايم، وذكرنا لبليس أ كورنر أوف وومن كوفي. ذن لازم يجي تحفظ هنا، ممكن يجي فراغات. البلوت قلنا مس إكس سيدة إكس ميت مس واي، السيدة اكس تلتقي بالآنسة واي، طبعا السيدة لأنها متزوجة، الآنسة لأنها لم متزوجة. عند كورنر ذكرنا هذا السيتنج مالتها، talking to مس واي، criticizing مس واي for loneliness، تنتقدها لوحدتها. طبعا الآن هي دا تحاول تسد النقص اللي داخلها، تقول انت وحدك، انت كذا، انت كذا. ولكن انا برأيي شخص ذكرت لكم الضعيف هو واي. لماذا ضعيف واي القوي واي عفوا لماذا الواي هي قوي؟ لأنها ذكرنا بأنها استطاعت أنه تغلب على هاي المرأة أو على هذه الألعاب. ذكرنا شخصيات جدا مهمة لازم نقراهم، she is around character miss x عفوا السيدة x and she is wearing a winter coat، ترتدي معطف شتوي، إذن الوقت هنا وينتر شتاء. And hat and she keeps talking to Miss Y throughout the play، تحكي ويا مثل she makes fun of Miss Y loneliness، تنتقدها بوحدتها وذكرنا بأنه الأحداث اللي صارت. Miss Y ذكرنا بأنها اللي هي round character أيضا، شخصية أساسية، وهي لم وهي اسمها إيميلي إيميليا عفوا، she keeps silent، بقت صامتة خلال الأحداث كلها. She didn't say even a word، ولم تتكلم بجملة واحدة. Only to Miss Y reveals that she was her husband's lover and her friend، كانت حبيبة وصديقة زوجها. أعتقد الأمور واضحة. السيدة بوب السيد عفوا بوب اللي هو زوج Miss X السيدة X، وهذا الشخص يعني he is a bad person، شخصية flat character، شخصية غير أساسية. We know he is a little man and he works in theater، يعمل في المسرح. And he is womanized، يسونج. And he likes whatever Miss Y likes and vice versa. Vice versa يعني العكس صحيح، يعني كان شخص نسونجي، نقول عليه شيء الشخص اللي يحب النساء كثيرا، و على عكسه صحيح. كلايمكس، الكلايمكس ذكرنا الذروة، يعني هو this event I hate you أو how I hate you. طبعا هذا ممكن يجيب كوتيشن اقتباس مهم جدا، ايش قد انا اكرهك هاي مس وايد تقول له قد انا اكرهك اموت من عندك هيك تقول له يعني. فهذا هو اقوى يعني حدث صار عندنا في المسرح كونفليكت. طبعا هاي الاسئله هي مقاليه تقدرون تستفادون من عندها. significance of the setting، اهميه موقع الحدث. Miss Y sits in the corner of women، تجلس. طبعا بيها حدث طويل جدا، ممكن تقرونه اذا تحبون يعني. ممكن يجيك the significance of the title، the title of the play motivates the question who is the stronger، the silence the leader،
ذكرنا من القوي، انا اعطيتكم رايي شخصي وهي تعتمد على رايكم ايضا، ممكن انتم اللي تختارون من يكون القوي او من يكون الضعيف. طبعا عندنا الثيمات الاساسيه اللاف الحب، يعني احنا نعرف بان اللاف something is beautiful but play shows that it can be destroyed. اذا ممكن يكون محطم هذا الشيء، ممكن يكون قوه محطمه تدمر الاشخاص بسبب الحب. تمام، فالحب هنا ممكن يكون شيء جيد وبشكل عام، ولكن في هذه المسرحيه هو شيء سيء محطم. giving up الاستسلام، يجب ان الشخص لازم ما يستسلم. we should never give ourselves up and should not change to someone else completely just because he giving something in our lives. we should be ourselves for real. لازم نكون اشخاص كانفسنا كحقيقيين. الامور البقيه تقدروا تقرون انتم ما بها في اشياء مهمه. هنا هذا السؤال اللي ذكرت لكم في بدايه الفيديو، لماذا الكاتب لم يستخدم اسماء حقيقيه، استخدم اكس وواي. represents common problem that happens everyday life. so to are a universal figure in all societies in order to give the readers more suspense and curiosity to read. طبعا الفكره من استخدام الكاتب هذه الاسماء to generalize the theme، بمعنى حتى يعمم بالموضوع بان هاي مشكله عامه، يعني سماهم مس اكس ومس واي. ليش سماهم مس اكس واي؟ لانه ممكن نستبدلهم باي اسم احنا نريد، يعني بمعنى انه هذا الاشياء تصير بكل بشر، فهذه هي الفكره. طبعا what is the ironic elements in the play, elements in the play or elements in the play when Miss X said Miss Y, do you see what the smell the small feet Bob has and you should see how he walks. This is a verbal irony between what Miss I. طبعا هذا يسمونه الايروني، السخريه اللفظيه اللي موجوده عندنا، يعني ممكن تقرونها. هذا ممكن ليش استخدم ما استخدمنا اسماء كم عادة، ذكرنا because the plot and the couplet of this one act play can happen in any society، لأن ممكن يصير بكل مكان وبكل زمن. What are the animal images of in the play? Explain the theme. طبعا هاي الأسئلة تقدروا تطلعون عليها وتشوفونها. إن شاء الله استفادتم من هذه المسرحية، و يعني كانت طبعا أسئلة كلش جميلة. اللي طلب الملزمة ذكرت لكم بأنه تقدرون تطلبونها. عندنا أيضا صح وخطأ، true false. نادى قال لك هناك to play where through، قرن السادسة على خطأ طبعا هذا الشيء. وأنا to play who was the first time، نعم صح هو أول أشخاص. وأنا to play are never written in a constant manner، لا خطأ، هي تكتب بشكل مختصر، هذا خطأ. طبعا السؤال الآخر قايل لك وين أكتب بلاي وير ستيج ثرو، هذا الفراغ، هاي الفراغات طبعا تقدرون تستفادون من عندها تختبرون نفسكم بيها. The people were seated the people were seated in the wrong with Miss X is فراغ، هذا الفراغ طبعا ممكن تجاوبون عليه انتم بالفراغات بالتعليقات. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، نراكم بخير وصحة وعافية، أتمنى لكم التوفيق دائما. تقبلوا تحياتي الأستاذ محمد نجم النوفلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.